السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة إزاي نعمل فكرة الطي والعقد والصباغة للقماش. يلا بينا نبدأ. مبدئيا أنا هحتاج قطع قماش بالمساحة اللي أنا محتاجها، يعني مفارش أو مربعات أو مستطيلات أو أي مساحة أنا هشتغل عليها. المهم إن يكون في نسبة قطن في القماش عشان يتشرب اللون. هشوف أنا محتاج كام قطعة. محتاج كمان الخيط عشان عملية العقد والربط، ولازم الخيط يكون شوية بلاستيك او ما يكونش قطن، يعني عشان يبقى صعب الامتصاص ويحافظ على الفواصل. في البداية بقى انا حابب افهم ان تطبيقة القماش نفسها هتفرق معايا في شكل الطبعة اللي هتطلع معايا في النهاية، فانا هبدأ دلوقتي هعتبر ان ده المركز وهجمع القماش تانيتين كده عكس بعض، خليته مثلث وبعدين اقفل المثلث وكمان مرة اقفل المثلث وكمان مرة، ومنساش ان ده المركز عندي. ده مهم جدا ان انا ابقى عارف ان ده هو المركز. طيب الخطوة اللي بعد كده هشوف، انا هقسمها مثلا 3 مسافات، فهبدأ على اول مسافة اربط كويس جدا، اتأكد ان الرباط ما يسمحش بان يبقى فيه فواصل للون. طبعا هربط كويس جدا، انا لفيتها اكتر من لفة وضغطت الخيط بشكل كبير جدا، ان شاء الله مش هيسرب ميه لون. هبدأ كمان اعمل الربطة التانية والربطة التالتة لو انا عايز، وبكده ده اول شكل معايا. وهنشوف دلوقتي طريقة الصباغة مع بعض. هبدأ اعمل ترتيبة تانية، ادا نفس المربع. الفكرة بقى المرة دي ان انا هعمل المركز هيبقى مختلف. انا كنت مخلي المركز في النص، لا انا هخلي هنا المركز على الاطراف بالشكل ده كده، فبحافظ اهو ان ده المركز عندي منساش. وهبدأ بدل ما كنت بربط من هنا انا هربط من الطرف التاني ده، وهبدأ اقسم نفس التقسيمات واربط كويس جدا. ادي الربطة الاولى، هبدأ اعمل الربطة التانية. زي ما قلنا اهم حاجة الف كويس جدا. قسمتها كمان 3 مسافات، المهم ان انا مركز ان ده المركز عندي، يبقى انا كده عملت شكلين. هاجي بقى على الشكل التالت وهشوف، ممكن مثلا اجي من المركز كده وابدأ الف بشكل حلزوني كده، واثبت بالخيط على المسافة التانية، واخد كمان فاصل. بعدين اجهز الالوان سواء صبغات او الوان اكريليك وازود عليها مية. عندي اسود واحمر واصفر وازرق، طبعا بختار الدرجات اللي تناسبني مفيش مشكلة. طبعا الاطراف سهل جدا ان اغمسها كده في اللون تشرب، واسحبها تاني. ممكن هنا الاصفر، ازرق، انا كده عملت الاطراف. هاجي بقى بعد كده استعمل فرشة او سرنجة زي كده مثلا، ان انا اعمل بيها انزل بيها اللون عشان احافظ على الفواصل. في بقى بعض الأقمشة زي القماش اللي معايا ده، طبعا مش ده مناسب أوي للعقد والربط، فهتلاقي إن الفواصل
مش زهرة، هتبقى الألوان هتندمج مع بعض، برضو بتعطي شكل، ولكن زي ما عرفت من بعض المتابعين ان هم حابين ان الفواصل تكون موجودة. فانا بقى وانا شغال براعي ان انا ما ازودش درجة اللون قوي عشان احافظ على الفاصل ان هو يبقى موجود. هنا طبعا صبغة الأزرق قوية جدا، فبتتشرب في القماش بشكل كبير، فهي برضو مش هتزعجني أوي في الشكل. هنشوف مع بعض في النهاية إن شاء الله بعد ما نشيل اللون. أوزع برضو طبعا لو عندي بقى وفرة في الألوان ممكن أوزع عادي بشكل حسب ما يتراءى لي يعني. هنا انا هخلي الطرف ده احمر وهخلي النهايات سودة تعطي شكل حلو. بالشكل ده كده هنا بقى طبعا انا كنت محتاج الالوان اللي هي بتبقى في السورية شوية او لون اخضر يكون واضح، بس احنا بنشتغل بالمتاح وبنحاول ان احنا بس نوصل الفكرة. واللي مهتم بقى او اللي بيعمل الشغل ده بيكون شغل مكلف بيه او مطلوب منه، فاكيد بيبقى عنده الخامات والامكانيات المناسبة. فاحنا دايما في القناة بنحاول من خلالها نوصل الفكرة، والتنفيذ المفروض بيكون افضل من كده. نيجي بقى للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الفك. طبعا يفضل إن أنا أنتظر لما ينشف، ولكن احنا ممكن نشوف النتيجة كده مع بعض. بتكون دي نتيجة الشكل الأول. طبعا زي ما قلنا القماش بيتشرب بسهولة، فكانت الفواصل مش باينة، أو القماش لما بيكون أبيض بتبان الفواصل أكتر من كده، ولكن فكرتها إن هي دواير من المركز. هنا أنا لما قللت اللون شوية فظهر عندي لون من الأرضية، يبقى أنا متاح عندي إن أنا أعمل كتر اللون أو أقلله وأخلي الأطراف غامقة يظهر الشكل اللي قدامنا ده. نشوف الشكل التاني. الفكرة هنا كانت ان هي برضو نفس تدرجات الالوان، ولكن الدوائر كانت من الاطراف بس، وعملت مربع في النص، وهنا دخل اللون الاصفر مع الاحمر بالشكل اللي احنا شايفينه. ده الشكل الاخير اللي احنا عملناه بشكل عشوائي. هنا بقى التدخلات قوية جدا، ولكن برضو ظهر عندي المسافات اللي بين درجات الالوان زي ما انا حابب. طبعا زي ما قلنا تدرجات الالوان بتفرق بشكل كبير جدا. دي بقى شكل التجارب في النهاية عندي. بس في النهاية حابب اوضح بقى ان نوع القماش مهم جدا، لازم يكون قطن القماش اللي انا استعمله، مش قطن خالص، البليستر فيه نسبته كبيرة. يفضل ان هو يكون باللون الابيض، بيظهر الفواصل بشكل كبير جدا. يفضل ان الالوان المستخدمه تكون صبغات وليست الوان عاديه او الوان مائيه. الصبغات بتعطي يعني شايفين هنا درجه الازرق قويه جدا لانها صبغه، فده بس اهم الملاحظات.
الربط يكون كويس جدا وقوي جدا، ونبدأ نحاول نعمل ربطات مختلفة هتظهر معانا نتائج مبدعة إن شاء الله. ده كان فيديو النهاردة، استنوا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.